او مقوله يعني. انا اقول حاجه. اول خطوه القصه بالنسبه لي اولا بامانه ربنا، انت مثلنا متعصب لهذا الامر؟ شوف اقول لك على حاجه، يعني الاذان سنه ثابته مؤكده لا جدال في ذلك، واختيار افضل المؤذنين وامدهم اصوات صوتا امر من الدين ومن السنه ومن الاسلام ومن ان احنا نختار افضل اصوات واحسنها. مظبوط. فقد اجرينا قريبا مسابقه مؤذنين، صحيح اللي نجح عدد قليل لكن ان شاء الله بندفع بيهم تباعا. مساله الاذان الموحد ربما لانها مش مغريه فلوسها قليله، بس يعني ربما هذا مش يعني لا، لان احنا عملناها من بين العاملين في الوزاره. بما ان لا تتوفر درجات وظيفيه كبيره والجهاز الاداري للدوله يعني له ظروف، فاحنا عملناها من بين العاملين بالوزاره، سواء من بين العمال او من بين الاداريين او من بين انتخاب بعضهم في هذا الامر بالضبط، مقابل مكافاه اضافيه نتيجه هذا الاذان، وتقدم عدد ونجحوا قريبا. لكن مساله الاذان الموحد هي مساله هامه جدا وحيويه، وانا حقيقه مكلف رئيس قطاع مكتب الوزير الان بدراسه نهائيه، وقلت له خلال شهرين بحد اقصى تديني تقرير نهائي، اما ان احنا نواصل مع الشركه وتديني تجربه او نفسخ العقد اللي بيننا وبينها. انا لما جيت كان في تعاقدات مع بعض الجهات على الاذان الموحد، صحيح انا كان ليا شرط واحد بس، اديني تجربه محدوده الاول ناجحه لا تحتمل الخطا، يعني مثلا في حي اديني في حي، لكن القصه ايه؟ اديني تجربه فنيه دقيقه، لان الناس مش هتستحمل وانت في الاذان يطلع لك اغنيه وسط الاذان. مظبوط. الوضع الناس انا شفت بقى بيأذنوا لك ازاي، مش هيستحمل ان يطلع لك اخطاء. مفيش خطا، ما ينفعش في خطا، اخطاء فنيه، دي حاجات ما ينفعش فيها خطا. واسم مصر ووضع مصر ومكانه مصر ومكانه الازهر والاوقاف لا تحتمل مثل هذه الاخطاء. فانا جبت الشركه الفنيه، الشركه تعال، لغايه الان كانوا ما زالوا في مرحله الايه التجارب. الحقيقه لغايه اسبوعين كانت التجارب الفنيه اللي بتجاه الشركه القديمه اللي منه وبينها تعاقد، اللي انا صعب اتعاقد مع شركه تانية قبل ما انهي الموقف القانوني مع الشركه القديمه. الشركه القديمه انا وقفت قلت لهم مفيش حسابات، سلموني اجهزه سليمه، تجربه سليمه، صيانه سليمه، وادوني تجربه لمده شهر كامل، ادوني شهر بدون خطا في حي نكمل. الحقيقه لغايه الان بعض التقنيات الفنيه لدى الشركه اللي كان معاها التعاقد القديم لم تنضبط، وما زالت بعض الاخطاء تظهر، ونحن لا يمكن ان نجازف بتجربه تحتمل هذه الاخطاء، لاننا لا نتقبلها ولا نقبلها، لا على وزارتنا ولا على مصرنا العزيزه ولا على مجتمعنا. هذه انا اعطيت للسيد رئيس القضاء قلت له لحد اقصى شهرين، اما هتدينا تقرير ان التجربه نجحت في حي ونبدا نتوسع في حي ايه؟ في حي اخر، واما نفسخ تعاقدنا وننظر احدى الجهات الاكثر تقدما وفنيه. فالقصه بالنسبه لنا انا مؤمن بموضوع الاذان الموحد، ساعد الى تجربه، لدينا الامكانات لتطبيقه، كل القضيه او الانضباط الفني. طب الانضباط الفني مع عندناش شركات، عندنا شركات مؤهله تقدر تقوم بيه، لكن بنبني وضعنا القانوني مع الشركه القديمه.